مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم عشب الدم الياباني النجيلي، نوع من أنواع نبات الحلف أو الحلفة أو العشب. لا يختلف العشب الذهبي نفس النوع لكن على اسم علمي واحد. تم جمع كثير من الحشائش أو الأعشاب تحت اسم علمي موحد اللي هو نبات الحلف، في منه بشكل ملون وفي أشكال عديدة تندرج تحت اسم علمي واحد. ولمعنا اليوم أو موضوعنا اليوم هو عشب الدم الياباني الأحمر أو الأرجواني. نبات يستخدم في الحدائق كنبات زينة، ينتشر حول العالم. وهو متنوع الأشكال والألوان، وقد يتأثر اللون أيضا من عوامل الطبيعة مثل الري أو العطش أو الجفاف. يعني هو شائع بشكل في الحدائق الصخرية، يضيف لها أشكال جميلة. ألوان الأوراق الملونة، كما قلنا هو لا يختلف عن نبات الحلفة من حيث الاسم العلمي، لذا لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.